كمل الجزء الثاني من اوفثالمولوجي ان نوتشيل ريتنا. كنا في الجزء الاول اتكلمنا عن صور الدايابيتك ريتينوباثي، ودي تقريبا نص صور الريتنا واهم صور الريتنا، ولازم طبعا هتيجي سواء النون بروليفيتيف او بروليفيتيف او دايابيتك ماكيولوباثي او ايفن التريتمنت بتاعها اللي هو الليزر، او يجيب لك صوره الانجكشن، او يجيب لك صوره للكومبليكيشنز اللي هي الفيتريس هيموريدج. طيب ناخد تاني موضوع اللي هو الهايبرتنسيف ريتينوباثي. ده رير جدا ان هو يجي في امتحان، لان الهايبرتنسيف ريتينوباثي عشان اشخصه بيعتمد ان انا غالبا ابص على الاي في كروسنج اللي هو الارتيريو فينس ارتيريو، الارتري ده معدي فوق الفين ناحيه الفيتريس، يعني تو ذا فيتريال سايد اوف ذا فين. فده محتاج صوره مكبره قوي على مستوى الامتحان والعدد الكبير اللي موجود وصعوبه ان انا اشوف الصوره من بعيد، اعتقد صعب يعني، وما جاتش قبل كده ان هو يجيب اي في كروسنج في هايبرتنسيف ريتينوباثي. لكن لو جت صوره زي دي حتى للشرح، يعني الهايبرتنسيف ريتينوباثي كلمه السر فيه اللي هو الارتيريو او ارتيريولو سكليروزس، اللي هو ممكن كلمه السر فيها هو الارتري معدي تو ذا فيتريال سايد اوف ذا فين، معدي فوق الفين، والارتري المفروض ماشي فوق الفين بخفه ودلع عامل زي الباليرينا دي. الارتري اما يحصل اثيروسكليروزس ويترسب الليبيد والترايجلسرايدز في الوول بتاع الارتري، بيتحول من الباليرينا دي زي هالك ده، بيبقى معدي فوقها كده يعني زي ماسوره رصاص معديه فوق الفين، فبيعمل كونسيلمنت للفين، الفين ما بيبقاش باين من تحتيه، كمان بيعمل ديفليكشن للفين. الديفليكشن ده فيرتيكال ديفليكشن ولاترال ديفليكشن، لان الفين عايز يهرب من تحت الارتري، عايز يعدي فأقصر مسافة ممكنة من تحت الأرتري. ده اللي بيعمل الساينز اللي احنا بنشوفها اللي هي الكونسيلمنت والسيل الساين اللي هو الديفليكشن والنيبنج اللي هو السكويزنج، وطبعا الوول بتاع الأرتري عشان يترسب فيه الليبز دي والترايجلسرايدز بيتغير، بيبقى كوبر وايرنج في الأول، بعد كده بيبقى سيلفر وايرنج. زي الصورة دي كده، ادي النارونج اللي بيحصل في الفين هو معدي من تحت الارتري، والديفليكشن اللي حصل بقوا عاملين اتنين زاويه قايمه على بعض، الفين بيحاول يعدي من اقصر مسافه ممكنه من تحت الارتري، بالاضافه لتغير لون الارتري. موضوع بقى الكابر وايرنج والسيلفر وايرنج، يعني هل انا لو قلت دي كابر او سيلفر هتفرق في تشخيصي حاجه؟ هي هتفرق في الجريف ثيوريتيكلي، انما مش هتفرق في تشخيصي. يعني هو هي هايبرتنسيف ريتينوباثي، والعيان طب علاجه ايه؟ العيان ده علاجه مش عندي، العيان ده انا بشخصه وبعمل فولو اب ليه، انما علاجه عند دكتور البطنه، يظبط له ضغطه، ينزل له الدهون اللي موجوده في الدم بتاعه، الليبيدز اللي هي الترايجلسرايدز والكوليسترول، انما انا جاست بشخص. فعشان كده موضوع الكابر وايرنج والسيلفر وايرنج حاجه مش مهمه قوي في التشخيص، احنا عرفنا تفسيرها وما اعتقدش تيجي في الامتحان. انما طبعا الكابر وايرنج بيجي في جريد اقل، جريد 3، والسيلفر وايرنج جريد 4 من الهايبرتنسيف ريتينوباثي، يعني السيلفر اغلى من الكبر، فعشان كده جريد اعلى شويه. ده اللي هو الوايرنج، اللون الارتري بيتغير، هو اللي شافه قال ده كبر والتاني قال ده سيلفر. ده كلام مش مهم قوي يعني، وما يجيش صوره في الامتحان. دي صوره شامله شويه لحاجات اكتر، اللي هي الكوتن وول سبوتس، اللي هي كانوا زمان بيسموها سوفت اكسودت، من الاسكيميا العنيفه اللي حصلت مع الارتريز متقفله بالليبيدز والاثروسكليروزس، فحصل اسكيميا وحصل انفاركشن في الريتنال نير فايبر لير، وعشان كده الكوتن وول سبوتس بتبقى واخده الديستريبيوشن بتاع الريتنال نير فايبرز. وادي الكونسيلمنت للفين والنيبنج، البوني ساين والجان ساين الديفليكشن، وبرده في هامرج موجود وبدا حتى يعمل نيو فيزلز. دي هل طب الصوره دي نقول عليها مثلا دايابيتك ريتينوباثي؟ هو بصوا، هو معظم الناس بيبقى عندهم دايابيتس وهايبرتنشن مع بعض. لو انا عايز اجيب صوره دايابيتك ريتينوباثي هجيب صوره مكبره قوي عن كده، يعني قصدي صوره يعني بانوراميك، مش مكبره، صوره بانوراميك فيو للريتنا، اجيب فيها الريتنا كلها يعني. انما هنا هو قاصد يوضح الحاجه دي اللي هو الارتيريو فينس كروسنج، اللي هو سبيسيفيك بتاع الهايبرتنسيف ريتينوباثي. لكن هل العين ده ممكن يكون عنده دايابيتك ريتينوباثي مثلا وهو اللي عامل هامرج؟ اه طبعا وارد، لان الاثنين بيجوا مع بعض. لكن الصوره دي بقى مميزه جدا ودي بتيجي كتير قوي في الامتحان، اللي هي اوبتيك نيرف هيد سويلنج، اوبتيك ديسك سويلنج، والمايكلر ستار، ستار عامله زي النجمه دي، بتاع الاكيوت هايبرتنسيف ريتينوباثي. زي واحد جاله سبايك من الهايبرتنشن، ضغط الدم ارتفع فجاه جدا، فعمل الاوبتيك ديسك سويلنج. في امراض زي الاكلامسيا اللي هو الستات اللي بيجي لهم اللي هو تسمم الحمل، البري اكلامسيا والاكلامسيا،
لكن الصوره دي مش كاركترستيك او مش سبيسيفيك للاكيوت هايبرتنسيف ريتينوبثي، دي ممكن تحصل مع بوستيريور يوفيايتس حاجه اسمها نيورو ريتينايتس وقد يكون انفكشوس. لكن بما ان اليوفي عندنا كانت في الترم الاول، فالصوره دي لو جت لنا دي بتاع اكيوت هايبرتنسيف ريتينوبثي. وايه الساينز اللي باينه عليها؟ باين الاوبتيك ديسك سويلنج، ادي المارجن بتاع الاوبتيك ديسك مش باين خالص، والماكيولر ستار. ايه الماكيولر ستار ده بقى؟ ده عباره عن اديما واكسودت واخده الديستريبيوشن اوف ريتينال نيرف فايبر لاير في الماكيولا. اللاير دي في الماكيولا اسمها هينليز لاير، هينلي. وليه عامله شكل الستار دي؟ لو فاكرين من الاناتومي اوف ذا ريتينا، هنا في السنتر بتاع الفوفيا بيبقى موجود الفوتو ريسبتورز، وبعدين الباي بولر والجانجيولون سيلز بيحصل لها سنترفيوجال ديستريبيوشن. عارفين السنترفيوج اللي هو جهاز الطرد المركزي اللي هو بيقعد يلف 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 ويطرد، عارفين زي مش مرجيحه، البتاع المدوره دي الاطفال بيركبوها اللي في محصنه مثلا كده وتقعد تلف بيهم في دايره، ماشي؟ يبقى او زي السنترفيوج اللي هو بيعمل سنترفيوجيشن، ده برضو سنترفيوجال ديستريبيوشن. البايبولر سيلز والجانجليون سيلز والريتن نير فايبر لاير بتبعد، يعني بتبقى اوريجينيتنج من هنا وتاخد او يحصل لها سنترفيوجال ديستريبيوشن عشان تقلل من الثكنس بتاع الفوفيا. ممكن لو جبنا صوره ليها اللي هي في الاناتومي اوف ذا فوفيا ممكن تبان. اهي شايفين هنا، ادي الفوتو ريسبتورز، وبعد كده تبدا الباي بولر سيلز والجانجليون سيلز اللي حاسس سنترفيوجال ديستريبيوشن، وبالتالي الريتن نير فايبر ليه بتبقى ماشيه في الاتجاه ده، داير ما يدور طبعا. وبالتالي لو حصل ترسب للاكسودت على الديستريبيوشن بتاع الريتن نير فايبر ليه هياخد شكل الستار ده. يبقى الماكيولار ستار والاوبتيك ديس سويلنج بتحصل في الاكيوت هايبرتنسيف ريتينوباثي، وعلاجها طبعا ان احنا ننزل ضغط الدم للعيان ده. ده احيانا دكتور النسا بيبعت لك العيان ده ست حامل ورجلها مورمه، ضغطها عالي، ضغط الدم عالي، في بروتين في اليورين، حاله بري اكلامسيا او اكلامسيا، بيقول لك اعمل لي فاندس اكزامينيشن. هو بيدور على دي، على الشكل ده هل موجود ولا لا، عشان ممكن على اساس ده ياخد ديسيجن ان هو يترمينيت البريجنسي. ودي ممكن تيجي حاله في الامتحان على فكره، يجيب لك الصوره دي وتعليق عليها ست حامل وضغطها عالي وبروتين في اليورين وهكذا يعني. الحاجه الثانيه من الفاسكولار ريتينوباثي، هو احنا لو سالنا سؤال، معلش، لو حبينا نعمل انفستيجيشنز للحاله دي، اوكيولار انفستيجيشنز بتاعت الدم اللي هي السي بي سي بتاع ده، ضغط الدم والليبد والكلام ده والكيدني فانكشنز، ماشي. انما لو حد دكتور عيون حابب تطلب فحص انفستيجيشن لعينها هي فاسكولار ريتينوباثي، فهنطلب الاثنين بتوعنا اللي هم فلورسين انجيوجرافي والاو سي تي. الحاجه الموضوع الثالث، يبقى احنا قلنا الدايابيتيك ريتينوباثي والهايبرتنسيف ريتينوباثي. الموضوع الثالث اللي هو الفين اوكلوجن، وصوره الفين اوكلوجن صوره مميزه جدا ما ينفعش نتلخبط فيها، سواء السنترال ريتينال فين او برانش ريتينال فين، اللي هو عاصفه من الدم بلاد ستورم قامت في الريتنا. برضو الصوره دي لما نيجي نشوفها زي ما شفنا كل صور الريتنا، دي فاندس بيكتشر اوف ذا رايت اي، لان الاوبتيك ديسك على ايدك اليمين شوينج، وابدا اقول الساينز اللي انت شايفها قدامك. الحاجه الواضحه جدا الهامرج، والهامرج اللي انت شايفه ده، هل المنظر الهامرج ده زي الهامرج اللي شفناه في الدايبيتك ريتينوباثي؟ عشان ما حدش يتلخبط ويقول دي صوره دايبيتك ريتينوباثي. شايفين الهامرج اللي موجود هنا في الدايبيتك ريتينوباثي عامل ازاي؟ ده اسمه دوت بلوت هامرج. دوت بلوت يعني ايه؟ دوت بلوت شكله سيركلر، دائري الى حد ما. انما الهامرج اللي موجود هنا ده اسمه فليم شيبد هامرج، فليم زي النار. ليه فليم ده؟ ليه ده شكله فليم شيبد هامرج؟ لان برضه الهامرج ده بيحصل at the level of retinal nerve fiber layer. انما الدوت بلوت هامرج ده بيحصل في الانر layers of the retina، والانر layers of the retina بتبقى more compact، بتحصل في layers دي. يعني الدوت بلوت بيحصل في الانر ليرز اللي هي عند النيوكلير والبلاكزي فورم لير، هنا الريتنا كومباكت مفيش مساحه تديها للدم ان هو يفرش كده، فعشان كده بيبقى دوت بلوت. انما الهامرج اللي بيحصل في الريتنا نير فايبر لير هنا بياخد الديستريبيوشن بتاع النير فايبرز، وبالتالي بيبقى عامل زي فليم شيبد هامرج. والفليم شيبد هامرج ده بيحصل في الحاجات اللي هي يعني رابد كوست شويه. الدايبيتك ريتينوباثي طبعا ده سلولي بروجريسيف، بياخد وقت على ما يحصل. انما الفين اوكلوجن لا، ده رابد شويه، فبيحصل الهامرج على الليفل بتاع النير فايبر لير، وبالتالي بيعمل اللي هو الفليم شيبد هامرج. يبقى لما نيجي نوصف الصوره دي الساينز اللي موجوده فليم شيبد هامرجز، ولو بصينا على الفيزلز هنا البلاد فيزلز تورشس اند كونجستد، واخده الكورس بتاعها تورشس وكونجستد محتقنه،
والاوبتيك ديسك سويلنج سوولن، ده من اسباب الاوبتيك ديسك سويلنج اللي هو سنترال ريتينال فين اوكلوجن. هل في حد شايف حاجه تانية؟ ممكن الحاجات البيضه دي على فكره تبقى كوتون وول اكسود، تدي كوتون وول اكسود. الهيموريدج واخد كل الريتنا والتورشوسيتي واخده كل الفيزلز الموجوده في الريتنا، وبالتالي ده سنترال ريتينال فين اوكلوجن. يبقى الحاجات المميزه هنا ايه؟ التورشوسيتي بتاع الفينز، الاوبتيك ديسك سويلنج، والفليم شيبد هيموريدج، وقلنا الاوبتيك نيرف هيد سويلنج. طبعا بيبقى في ماكيولار إديما. طيب العيان ده هيقول لك طبعا الصوره دي هيقول لك عليها الدايجنوزس، هيقول لك عليها الانفستيجيشنز. اي انفستيجيشنز يا جماعه؟ المرض سيستميك، السنترال ريتينال فين اوكلوجن سيستميك، اه طبعا، ما هو اللي عامله يا اما ان كنترولد هايبرتنشن او دايابيتس او ايا كان. فالعيان ده لازم هنعمل له سيستميك انفستيجيشنز واوكيولار انفستيجيشنز. في الناس الاولد ايج بيبقى متوقع فيهم ضغط الدم اللي مش متظبط والسكر والكلام ده، فهنعمل له سي بي سي، وهنعمل له هيموجلوبين اي 1 سي، وهنعمل له كيدني فانكشنز وليبيد بروفايل، اللي هم الاربعه اللي بنعملهم دايما في العيانين دول. وبالنسبه لعينه هنعمل له برضه فلوريسين واو سي تي. هيفيدني ايه الفلوريسين والاو سي تي هنا؟ انا اصلا في الريتينال فين اوكلوجن انا بعالج ايه؟ هو علاجه على فكره برضه يظبط سكره وضغطه والكلام ده، انما عن ايه؟ انا بخاف من الفين اوكلوجن في حاجتين، الماكيولر ايديما والاسكيميا. الماكيولر ايديما لو لقيتها بيبقى علاجها انجكشن، بديله انترا فيتريال انجكشن اوف انتي فيجاف. الانتي فيجاف اللي هي ايه؟ زي البيفاسيزوماب اللي هو اسمه التجاري الاباستين، والراني بيزوماب اللي هو اسمه التجاري اللوسانتس، وفي كمان اللي هو الايليا ده اسم تجاري برضه اللي هو الافلي بيرسبت الاسم العلمي بتاعه. ده لو لقيت ماكيولر اديما. انما الاسكيميا بقى بعالجها ازاي؟ الاسكيميا طبعا ده بيبقى بور بروجنوزس، وممكن الاسكيميا دي تبان لي في الفلوريسين انجيوجرافي، او تبان لي في ساينز ثانيه اللي هي الروبيوزس، ان انا الاقي روبيوزس ايريدس ويعمل حاجه اسمها 100 دي جلوكوما، اللي هي في الاسكيميك سنترال ريتينال فين اوكلوجن، الاقي بعد 3 شهور بعد 100 يوم يحصل الروبيوزس دي تقفل انجل ويعمل نو فاسكولار جلوكوما. وهنا طبعا هيبقى علاجه بي ار بي عشان الاسكيميا، وان كان ده البروجنوز بتاعه مش حلو قوي. طيب لو سن صغير عن كده وضغطه سكر، مفيش ضغط ولا سكر، يبقى بشك في حاجات تانية خاصة انفلاماتوري ديزيز زي الروماتويد والسيستميك لوبس والفاجنر جرانيلوماتوزس والباهست ديزيز. الحاجات دي ممكن تعمل انفلاميشن، والانفلاميشن ده يقفل الريتينال فين. يبقى الأسئلة اللي هتسأل على العيان ده تشخيصها، وقلناه وقلنا الساينز الواضحة عليه، والانفستيجيشنز اللي تطلبها سواء سيستميك أو أوكيولر، وعلاجه هيقول لك تعالج العيان ده ازاي، هنظبط او كنترول الريسك فاكتورز، و اوكيولار تريتمنت لو في ماكيولار اديما نعمل انترفيتريال انجكشن، ولو في اسكيميا نعمل بي ار بي ونعالج الكومبليكيشنز. وايه ممكن يسالك الكومبليكيشنز بتاعت السنترال ريتينال فين اوكلوجن؟ الكومبليكيشنز ممكن يحصل فيتريس هامرج، ودي من اشهر احد اشهر الاسباب، هي والبروليفيرف دايابيتيك ريتينوباثي بتعمل فيتريس هامرج. هم اشهر سببين تقريبا فوق 90% من حالات الفيتريس هامرج، يا اما سنترال ريتينال فين اوكلوجن او ريتينال فين اوكلوجن، يا اما دايابيتيك ريتينوباثي. يبقى اول كومبليكيشن فيتريس هامرج، ممكن تعمل روبيوزس وبالتالي تعمل نيوفاسكولار جلوكوما، وممكن طبعا الماكيولار اديما. طيب الحاله الثانيه اللي هي برانش ريتينال فين اوكلوجن، هنا ده فليم شيبد هامرج وكوتون وول سبوتس، التورشوسيتي مش باينه قوي لان الفيزلز متغطيه بالهامرج، لكن الصوره دي واخده بس الابر تمبرال اركيد في الرايت اي، لان دي الرايت اوبتيك ديسك. اللور اركيد زي الفل ما فيش اي حاجه، وبقيه الريتنا كلها كويسه. فدي حاله ابر تمبرال برانش ريتينال فين اوكلوجن ان رايت اي، وواخده الماكيولا، واصله للماكيولا كمان. نفس العلاج ونفس الانفستيجيشنز، ودي برضو ممكن تعمل روبيوزس، وان كان الانسنس اوف روبيوزس اعلى في ريتينال فين اوكلوجن عن البرانش ريتينال فين اوكلوجن. وبرضو علاجه هيبقى انترافيتريال انجكشن، وممكن اعمل له كمان ماكيولر سيكتورال ليزر، اضرب ليزر على منطقه الاسكيميك بس، لان جزء هنا من الاسكيميك متحدد غير السنترال فين، كان كل الريتنا اسكيميك. تاني حاجه من الاوكلوجنز اللي هي الارتري اوكلوجن، والارتري اوكلوجن صوره شهيره برضو بتيجي في الريتنا كلها شكلها مبيض شويه، جزء ده مبيض وجزء ده احمر قوي، يعني احمر زياده عن اللزوم، اللي هو الشيري ريد سبوت. شيري ريد يعني عارفين الشاري اللي هو اللون الاحمر الساطع الملعلع قوي.
وده ديفرنشال دايجنوزس. ديفرنشال دايجنوزس لحاله سنترال ارتري اوكلوجن او حاجه في الليبيد ستورج اللي هي سفنجوليبيد ستورج ديزيز زي التاي ساكس والنيمان باك ديزيز اللي هو بيتخزن فيها السفنجوليبيد في طبقه الجانجليون سيلز وبالتالي بتخلي لونها ابيض شويه. ولان الجانجليون سيلز مش موجوده في الفوفيا فبتبان الفوفيا لونها احمر. والسنترال ريتينال ارتري اوكلوجن بيحصل طبعا انفاركشن في الريتنا. الريتينال ارتري بيغذي الانر 5 لايرز وبالتالي بيحصل فيهم انفاركشن في الجانجليون سيلز وبرضه بفلونها كواجلاتيف نيكروز. وبما ان الجانجليون سيلز دي برضه مش موجوده في الفوفيا فعشان كده الفوفيا بتبان لونها احمر. البرانش ريتينال ارتري اوكلوجن يعني صوره مش شهيره قوي ان انت تلاقي فيه 3 دي ارتريز موجوده تحت هنا وهامرج موجود، دي صوره مش شهيره قوي. انما الاكثر شهره واللي بتيجي كتير اللي هي الشير ريد سبوت والديفرنشال دايجنوز بتاعها اشهرهم طبعا السنتر ريتينال ارتري اوكلوجن. هنا الفيجن طبعا هيبقى متاثر جامد جدا. الريتينال القديمه اللي هي كوموشو ريتيني ممكن تعمل كده. انما الاقل شهره اللي هو التي ساكس والنيمان بيك دي مش موجودين كتير اصلا في مصر، والجوتشر والساوند اوف ديزيز كل دي حاجات بتبقى في الليبد سنجوليبد ستورج ديزيز. صوره سيليو ريتينال ارتري اوكلوجن يعني مش شهيره خالص ان هي تيجي. بعض الناس يعني من 15 ل 50% من العيون بيبقى عندهم حاجه اسمها سيليو ريتينال ارتري. منطقه الماكيولا هنا بتبقى متغذيه عاده من الريتينال ارتري، لكن احيانا بعض الناس من 15 ل 50% بيبقى عندهم من السيليري سيركيوليشن برانش وجاي مغذي الفوفيا بس او السنترال ماكيولا بس. ده لو اتقفل طبعا هيحصل سنترال لوس اوف فيجن، هيبقى كل الريتنا شغاله ما عدا السنتر مش شايف منه. سنترال سكوتوما ده من الديفرنشال دايجنوز بتاع سنترال سكوتوما. وهنا الكواجلتيف نيكروزس واخد الجزء ده من الجانجليون سيلز ماتت عشان السيلو ريتنال ارتري اوكلوجن. الناس دي ممكن يحصل معاها العكس، يحصل سنترال ريتنال ارتري اوكلوجن وذ سبيرد سيلو ريتنال ارتري، بس السيلو ريتنال ارتري سليم ما حصلوش حاجه بس كل السنترال ريتنال ارتري اتقطع. ممكن يسالك في اسباب السنترال ريتنال ارتري اوكلوجن اللي هو الامبولس والثرومبوس دول اشهرهم. العيان ده اللي هو عنده سنترال ريتنال ارتري اوكلوجن وذ بيتنت او سبيرد سيلو ريتنال ارتري بيبقى عنده حاجه اسمها تيوبولار فيلد، وده من الديفرنشال دايجنوز بتاع تيوبولار فيلد زي اللي هو الاند ستيج جلوكوما الريتينايتس بيجمنتوزا. بيبقى كل الفيلد ضايع ما عدا السنتر بس، ومن ضمنها برضه السنتر ريتنال ارتري اوكلوجن وذ بيتنت سيلو ريتنال ارتري. كواجلتيف نيكروز واخد الريتنا كلها ما عدا الجزء اللي متغذي بالسيليو ريتينال ارتري. الصورتين دول مش شهيرين خالص، الاشهر منهم بكتير طبعا هو الشاري ريد سبوت. كده خلصنا الفاسكولر ريتنا، يليها الديجنريشنز. وانتوا عندكم الديجنريشنز يا اما ديجنريشن في البريفري بتاع الريتنا الميد بريفري او السنتر. البريفري اللي هو ريتينايتس بيجمنتوزا، وريتينايتس بيجمنتوزا ده جيناتيك ديزيز مش معروف سببه بالظبط ايه اللي حصل، ايه اللي بيخلي الريتنا تعمل الشكل ده. لكن هو بياخد الفوتو ريسبتورز الرود في الاول بيدمرها وبعد كده بيقضي على الكونز كمان. هو بيبدا في الميد بريفري اوف ذا ريتنا، بيعمل اللي هي البوني سبيكولر بيجمنت حوالين البلاد فيزلز اللي هي زي الموجوده هنا في الميد بريفري. بعد كده بتزيد بيحصل لها سبريد سنترال اند بريفري. ده طب بما انه بياخد الرودز فبيأثر على النايت فيجن وبيأثر على البريفري بتاع الفيجوال فيلد، وفي الاند ستيج بتاعته بيوصل للصوره دي اللي هي صوره شهيره جدا ودي بتيجي في الامتحان. يعني دي صوره كانت جت في الامتحان لكم قبل كده. البوني سبيكولر بيجمنتيشن واخد الميد بريفري والبريفري بتاع الريتنا كلها وحصل 3 دي ارتريز. الارتريز بقى 3 دي والاوبتيك ديسك بقى واكسي يلو ان كلر. ده اسمه كونسيكوتيف اوبتيك اتروفي لان ماتت هنا الفوتو ريسبتورز وبالتالي ماتت كمان وراها البايبولر والجانجليون سيلز. والجانجليون سيلز طبعا عملت لنا الفايبرز، فلقيت لنا الفايبرز كمان ماتت وبالتالي حصل الكونسيكوتيف اوبتيك اتروفي. ولونه مميز جدا اللي هو الواكسي يلو بالر وال 3 دي ارتز، ودي صوره شهيره جدا بتيجي في الامتحان. يسالك تعمل له طبعا الدايجنوزس ليفت فروم ذا سبيكتشر اوف ذا ليفت اي شوينج واكسي يلو بالور اوبتيك ديسك بالور و3 دي ارتريز و البوني سبيكولر بيجمنت دي ريتينايتس بيجمنتوزا. يسالك الجيناتيك اوريجن بتاعها عاده بتبقى اكس لينكت ريسيسيف، لكن في حالات بتبقى اوتوسومال دوميننت وحالات اوتوسومال ريسيسيف. يسالك الانفستيجيشنز اللي بتحب تعملها العيان ده ايه. هو احنا بنعمل له اي ار جي
الاي ار جي ممكن يلقط الحالات دي، والاي او جي الكترو اكيوجرام ممكن يلقطها في البدايات. لكن احنا احيانا بنعمل انفستيجيشنز للعيان دي عشان اسوشيشنز. هو ممكن يسالك سؤال تاني، ايه الاسوشيشنز اللي بتيجي مع حالات الريتنايز بيجمنتوزا؟ الريتنايز بيجمنتوزا من الحاجات الشهيره اللي بتيجي معاها حاجه ورا في الماكولا، ماكولر اديما، ودي ممكن تتعالج، نعمل له انجكشن انترافيترال انتي فيجاف، وقدام عند اللينس بيبقى معاها كاتاركت بوستيريو سب كابسولار كاتاركت، وقدام كمان عند الانجل اوف ذا انتيريور تشامبر بيبقى معاها اوبن انجل جلوكوما، وقدام اكتر بيبقى معاها كيراتوكونس. يبقى من الاسوشيشنز لو خدناها اناتوميكال، الاسوشيشنز اللي بتيجي مع ريتينايتس بيجمنتوزا حاجه بتيجي معاها، حاجات مش هي السبب فيها. لو خدناها من ورا لقدام، الاوبتيك ديسك دروزن، والماكولا اديما، واللينس كاتركت، والاي سي انجل اوبن انجل جلوكوما، والكورنيا كيراتوكونس. يبقى احنا ممكن نعمل انفستيجيشنز مش اي ار جي بقى عشان نشخص المرض، لا نعمل عشان نشخص الاسوشيشنز. لو ماكيولر اديما نعمل فلورسين انجيوجرافي واو سي تي. لو اوبتيك ديسك دروزن ممكن، لو انا مش لو كلينيكالي مش عارف اشخصه كويس، ممكن اعمل سونار بي سكان الترا ساوند. الكاتاركت والجلوكوما مش محتاجين انفستيجيشنز، زي ما كيراتوكونس ممكن اعمل بنتاكام كورنيال توبوجرافي. علاجه طبعا هو للاسف ملوش علاج، يعني هو الجين ثيرابي او ده لسه حاجه اندر ترايلز، انما في حاجه اف دي اي ابروفد، وان كان هي مش موجوده عندنا في مصر، اللي هي الارجس امبلانت. في الناس دول احيانا بيوصلوا طبعا لسيفير فيجن لوس في الاند ستيجز. هو طبعا بياخد البريفير الاول، لكن في الاند ستيجز حتى السنترال فيجن بيحصل له لوس، وبالتالي بيعملوا امبلانت، ريتنال امبلانت بروستاتيك، حاجه صناعيه اسمها ارجس امبلانت، يعني بتخليه يشوف يعني معقول، بدل ما هو مش شايف، شايف هاند موفمنت بس، يشوف 1.60 او 2.60. دي جديده بس اف دي اي ابروفد وموجوده، بس مش موجوده عندنا في مصر. تاني نوع من الديجنريشنز السنترال ديجنريشن بقى، اللي هو الدروزن، اللي هو في الايدج ريليتد ماكلر ديجنريشن. والدروزن دي بتبقى يلوش وايت ويل ديفايند سبوتس موجوده في منطقه الماكولا، بتبقى متجمعه تحت الريتنال بيجمنت ابيثيليوم، ويعني النيتشر بتاعتها مش معروفه قوي، لكن بيقولوا دي ممكن الويست برودكتس بتاعت الريتنال بيجمنت ابيثيليوم. احنا زي ما قلنا ان الريتنال بيجمنت ابيثيليوم هو المصنع بتاع الفوتوريسبتورز، وبالتالي الويست برودكتس بيصرف فين؟ ما بيصرفش في نهر النيل بقى زي ما المصانع بتعمل هنا، بيصرف في الكرويد بالبروكس ممبرين، ويصرف في الكرويد. لكن احيانا بيحصل مشكله في تصريف الويست برودكتس دي، بتتجمع تحت الريتنال بيجمنت ابيثيليوم. اعتقد هي لها صوره، هي لها فيديو في الشرح جميل جدا يعني، ابقوا شوفوه لو الشرح معاكم. ودي الصوره بتاعتها، اعتقد هي هنا اهي. الويست برودكت اهي بيتجمع هنا، ادي الدروزن، ادي الريتنال بيجمنت ابيثيليوم، بس خلينا ناخد دي الاول. ده الريتنال بيجمنت ابيثيليوم بيتخلص من الويست برودكتس بتاعته في الكورويد، لكن لو حصل مشكله هنا في الكوريو كابيلاريز، ومش هيقدر الويست برودكت ده يوصل للكورويد، وبالتالي هيتجمع هنا وهيموت الريتنال بيجمنت ابيثيليوم الموجوده. ده تجمع الدروزن بس، دي اسمها دراي age related macular degeneration. بتقلب wet age related لو حصل break بقى في البروكس ممبرين في المنطقه دي، وال ار بي اي ريتنال بيجمنت ابيثيليوم ماتت، وبالتالي الكورويد هيعدي بقى النيو فيزلز من منطقه الكورويد، تعدي في الريتنا، تعمل سنترال او كورويدال نيو فاسكولاريزيشن اللي هي السي ان بي. لكن الصوره دي بتاع انتوا صور السي ان في مش عليكم يعني، يعني ممكن تيجي صوره ماكلر هامرج وان كان ده ما جاتش قبل كده يعني، لكن ممكن تيجي صوره دروزن وان كان برضو صعبه، بس الدروزن مش صعبه يعني. مثلا حد هيقول لي طب ما دي هي دي مش ممكن تمشي ماكلر اكسيدت، او ممكن تمشي ماكلر جريد. طب واحده واحده، هو انا لو ده مثلا ماكلر اكسيدت، هو في حد بيجي لنا باكسيدت بس يعني على مستوى اللي احنا درسناه؟ لا، هيجي معاه هامرج، وهيجي معاه مايكرو انيوريزم، وهيجي معاه حاجات مثلا في بلاد فيزلز. هنا مفيش ولا هامرج ولا مايكرو انيوريزم ولا اي حاجه، حاجات بيضه بس متجمعه. طب حد يقول لي ماكلر جريد، ده جريد ليزر. طب واحد انا هعمل له جريد ليزر ليه؟ اكيد عنده حاجه، اكيد عنده ماكلر اديما. هو في هنا حاجه تقول لي في ماكلر اديما؟ يعني في هامرج كمان موجود معاها، ولا في اكسود؟ ده لا اديما ولا جريد ليزر. وكمان يعني طبعا لو الصوره مكبره شويه عن كده، لو خدنا بالنا الدروزن ده موجود، ده تحت الريتنال بيجمنت ابيثيليوم صح؟
فهو لو بصينا مثلا على البلاد فيزل ده، البلاد فيزل ده معدي من فوقها، فالليجن ده موجود تحت الريتنال بلاد فيزل، ده سب ريتنال ليجن. لو خدنا برضو البلاد فيزل ده، ده معدي من فوق الليجن، ده سب ريتنال ليجن. طب ده علاجه ايه؟ الدراي اي ام دي مفيش علاج سبيسيفيك ليه، انما ممكن ناخد مالتي فيتامينز، ممكن نعمل ريجولار مونيتورنج بالامبلر جراد. انما لو دخلنا طبعا في السي ان في وبدا يحصل نيو فاسكولاريزيشن، ده علاجه انجكشن، والانجكشن بتاعه بيطول، بياخد ثلاث حقن وحقنه كل شهر انتي فيجاف، وبعد كده بياخد يعني في حاجه اسمها تريت اند اكستند، وفي في بروتوكولز للعلاج ده او تريت اند اوبزرف، بس يعني ده كافي. وفي اللي هو الفوتو دايناميك ثيرابي للويت سين. خلصنا كده الفاسكولار والديجنريشنز في الريتنا. اخر صور في الريتنا هي الريتنال ديتاتشمنت. والريتنال ديتاتشمنت اللي ممكن تجي لكم ريجماتوجنس او تراكشنال ريتنال ديتاتشمنت. كلمه ريجماتوجنس دي معناها ان في بريك، ودي صوره شهيره جدا وجت في الامتحان كتير قوي، وباين قوي ده البريك، الريتنا اللي اتقطعت. الريتنا اما بتتقطع ويحصل سب ريتنال فلويد بيتجمع تحتيها، الريتنا اصلا شفافه وبتاخد اللون الاحمر او اللون البينك بتاعها من الاندرلاينج تيشو اللي هو الكورويد. وبالتالي لو الريتنا فصلت عن الكورويد، هي مش بتفصل عن الكورويد، هي بتفصل عن الريتنا البيجمنت الاثيلي. لو الريتنا فصلت عن مكانها عن الكورويد، مش هيبان، مش هتاخد بقى اللون الاورنج او البينك ده، هيبقى لونها جراي شويه، وهتبقى كمان مكرمشه مكشكشه، مش مفروده مثلا زي الريتنا دي. الريتنا دي مفروده ولونها بينكش او اورنج اهو، انما الريتنا دي ما بقاش لونها اورنج، بقى لونها جريش وما بقتش مفروده، البيزلز مكرمشه اهي، وباين قوي البريك اللي موجود هنا. فده اسمه ريجماتوجينس. الريجما دي يعني بريك ان جريك، ريتنال ديتاتشمنت. وما حصل البريك ده، دخل الفيتريس الليكوفايد فيتريس من البريك ده ورفع الريتنال مكانها، عمل ريتنال ديتاتشمنت. طب ايه اللي عمل البريك ده؟ من اشهر اسباب البريك طبعا التروما وال المايوبيا، الهاي مايوبيا، لان بيبقى عندهم بريفرال ريتنال ديجنريشنز، وكمان الهاي مايوبس دول بيبقى عندهم ليكوفايد فيتريس، فهم عندهم مهيئين ان يحصل بسهوله جدا البريك. ممكن يحصل بوستيرو فيتريس ديتاتشمنت، يقوم البوستيرو فيتريس ديتاتشمنت ده فيسيولوجيكال بروسيس بتحصل فينا كلنا عند الاولد ايج، لكن ممكن تحصل بدري شويه في الناس الهاي مايوبس او اكسليتد شويه مع التروما، والبوستيرو فيتريس وهو بيديتاتش من الريتنا يقوم شادد عليها وعامل البريك ده. ولو حصل البريك ده والفيتريس كان فلويد شويه، يقوم معدي من تحتيه وعامل الريجماتوجينس ريتنال ديتاتشمنت. دي علاجها ايه؟ الريجماتوجينس ريتنال ديتاتشمنت ممكن يتعالج بالثري اوبشنز بتاعتنا اللي هي لعلاج الريتنال ديتاتشمنت، اللي هي نيوماتيك ريتينوباكسي وسكليرال باكل وفيتراكتومي. طيب خلينا اول في نيوماتيك ريتينوباكسي. النيوماتيك ريتينوباكسي دي انا بعمل انترا فيتريال انجكشن اوف جاز زي سلفر هيكسا فلورايد مثلا او بيرفلورو بروبين. انا بعمل الكلام ده ليه؟ الجازز دي اكسباندبل، اكسباندبل يعني بتكبر في الحجم وبتقعد جوه العين اسابيع، مش زي الاير بياخد له كام يوم ويروح، لا بتقعد جوه العين اسابيع، وهي اكسباندبل فبتفرد جوه يعني طبعا بحقنها جوه العين وبتفرد جوه الفيتريس، فبتقوم عامله تامبونات قافله البريك ده. وممكن من بره اعمل كرايوثيرابي من على السكليرا، اعمل كرايوثيرابي عشان يعمل سيلينج للبريك ده باي فريزنج، بعمل سيلينج للبريك واقوم حائن بعد ما احقن الانترافيتريال جاز. طيب الكلام ده بعمله امتى؟ ايه الاندكيشنز للنيوماتيك ريتينوباكسي؟ بعملها لو البريك ده فوق ابر، ليه؟ لان الجاز هيطفو فوق الفيتريس، وبالتالي لو انا عندي ابر عن فوق عند الساعه 12 ريتنال بريك، هيبقى فرصته في الهيلينج كويسه. من الانديكيشنز برضو في ان انا بعمل، ممكن اعمل فيتراكتومي واحقن انجاز في حالات الماكيلر هول، بس بخلي العين هنا ينام على وشه فيس داون بوزيشن. ده الحاجات اللي نعرفها عن نيوماتيك ريتينوباكسي. السكليرال باكل، السكليرال باكل بعمله في حالات الريجماتوجينس ريتنال ديتاتشمنت، والباكل دي يعني بحزم الريتنا. بعمل حزام من بره على السكليرا زي ما نشوف مثلا في الصوره دي، ادي صورة للسكليرال باكل، هي دي. اهي سكليرال باكل، بجيب حزام اهو واقوم رابطه على الريتنا من بره،
The doctor can reshape the sclera, pushing it against the tear by doing a scleral buckle. ادي التير، تير طبعا مش تير، تير يعني دموع، يعني هي نفس السبيلنج بس دي تير. ادي التير، بدل ما انا اقرب الريتنا من التير، لا انا اقرب الريتنا من الكورويد، انا هقرب الكورويد من الريتنا او السكليرا من الريتنا. واقوم عامل حزام وطبعا واخد ستيتش فوقه، فيقوم اقربه واعمل درينج للسب ريتنال فلويدز، وكمان اعمل من بره كرايوثيرابي عليه، اعملها فريزنج. ادي الحزام اللي هو الباكل، using an explant suture to the sclera. ومشد الاستاتشز دي بتقوم ضغطة السكليرا ومقرباها من الريتنا. ده السكليرا الباكل. لكن لو في حالة ان الريتنا دي مكرمشة مكشكشة زي كده، الحالة دي الريتنا الابيض اللي عليها ده ايبي ريتنال ممبرين، ده فايبروزس، ده اسمه بروليفراتيف فيتريو ريتينوباثي، بي في ار، اختصاره بي في ار. لو لقيت بروليفراتيف فيتريو ريتينوباثي والريتنا مشدود عليها ومكشكشه كده، يبقى انا مهما قربت لها السكليرا هتبعد عنها، لان البي في ار دي حاجه دايناميك، دي حاجه شغاله بروسيس، اون جوينج بروسيس، فالممبرين ده لازم يتشال. يبقى الحاله دي اللي هو فيه ايبي ريتينال ممبرين وعمال يشد على الريتنا سواء تانجنشال او انتروبوستيرور وبيشدها من مكانها، دي حاجه اسمها تراكشنال ريتنال ديتاتشمنت، دي ما ينفعش معاها سكليرال باكل، لان لو قربت السكليرا منها هي برضه هتبعد عنها، الممبرين ده بيشدها. وبالتالي بعمل له حاجه اسمها فيتراكتومي وذ انترا فيتريال فيتريوس سبستيوت، اللي هو او فيتريوس تامبونات، حاجه تامبونات للريتنا. زي ايه؟ اشهرهم السيليكون طبعا، ان انا بشيل الفيتريس ده وبحط زيت سيليكون مكانه، بشيل الفيتريس بعمليه بارز بلانا فيتراكتومي، اسمها بارز بلانا اني بدخل من البارز بلانا. على بعد قد ايه من الليمبس؟ على بعد 4 مللي من الليمبس لو العيان ده فاكك، او 3.5 مللي لو العيان ده افاكك او سودو فاكك، كنا خدناها في الترم الاول. يبقى بدخل بشيل الفيتريس وبعمل بيلينج، بقشر الابريتنا الممبرين وبفرد الريتنا، احط تامبوناد اللي هو السيليكون، السيليكون اويل زي كده. ده الفيتراكتومي، ادي الكاتر داخل من البارز بلانا. For complicated cases, a silicone bubble is sometimes used instead, though it must later be removed. Lastly, he could remove the vitreous tractions that caused the detachment in the first place. شايفين في تراكشن شادد على الريتنا، فلازم اعمل ريليف للتراكشن ده بالكتر اللي هو الفيتريكتومي بروب، وبعد كده احط السيليكون اويل. Thus giving the retina back its flexibility. This is called a vitrectomy or removal of the vitreous. يبقى انا اللي بيحكمني في اختيار العمليه هل اعمل فيتريكتومي مثلا ولا سكليرا باكل، اهم حاجه على فكره البي في ار، بروليفراتيف فيتري ريتينوباثي. لو في بروليفراتيف فيتري ريتينوباثي وممبرينز شد على الريتنا، ما ينفعلوش فيتراكتومي، ما ينفعلوش قصدي باكل، لازم اعمل فيتراكتومي. طيب لو ما فيش بي في ار، انا واختياري وحسب المهاره بتاعتي، في ناس ما بتعرف، على فكره في ناس كتير جدا ما بتعرفش تعمل باكل، عشان الباكل من التكنيكس القديمه شويه، ومعظم الناس دلوقتي اللي هي بتشتغل بوستيريو سيجمنت بتحب تعمل فيتراكتومي على اساس ان هي اشتغلته كتير وبقى مهارتها فيه اعلى، والاجهزه كمان بقت احسن من الاول. وبالتالي لو في بي في ار خلاص فيتراكتومي، مفيش بي في ار او جريد اي بي في ار حاجه مينيمال، ممكن اعمل باكل او فيتراكتومي. اخيرا الاكسيديتيف ار دي اللي هو فيه سب ريتينال يوفيايتس، بيبقى موجود انفلاماتوري انفلاميشن في اليوفيا تحت الريتنا، الليجن هو معدي من تحت الريتينال فيزلز، ودي طبعا بيبقى علاجها ستيرويدز واميون سبريسيفز عشان اعالج البوستيريو يوفيايتس دي، وان كان الصوره دي طبعا صعبه جدا ان هي تجي لكم. يعني ممكن يجي صوره بقى، ممكن ما جبتش هنا صوره للعمليات، انما ممكن يجي صوره للعمليه زي مثلا عمليه الفيتريكتومي، عمليه الباكل ممكن يجي صوره ليها، عمليه الانجكشن انترافيتريال انجكشن ممكن يقول لك دي عمليه ايه وانا بستخدمها لايه برضو. للانترافيتريال انجكشن هون احنا ممكن نحقن ان ايه جوه العين، حتى ممكن تسال سؤال شفوي، جوه العين احنا قلنا بنحقن انتي فيجاف، ممكن احقن ستيرويد زي ترانسينولون، ممكن احقن انتي بايوتكس لو فاكرين في الاندوثالمايتس،
اللي هو الفانكومايسين والسيفتازيديم. ممكن احيانا انتي فايرال زي الاسايكلوفير والجانسايكلوفير والانفوتريسين. انفوتريسين ده انتي فانجل، ممكن احيانا انتي فانجل كمان الانفوتريسين. اهو يجي لكم صوره واحد بيحقن، شايفين دي البارز بلايكاثا وادي البارز بلانا. ممكن احقن ايه زي ما قلنا انتي فيجاف ستيرويدز انتي بايوتكس انتي فانجل انتي فايرال. ده سؤال حتى ممكن تسأله شافوا. يبقى احنا كده خلصنا الصور الريتنا وخلصنا اول حاجه في الاوفثالمولوجي ان ناتشل. حاولت اشرح فيها شويه نظري على شويه عملي عشان تفيدكم في امتحان اللي جاي، والمره الجايه باذن الله هنكمل اوفثالمولوجي ان ناتشل.